اهلا اهلا، السلام عليكم. اهلا بمتتبعاتي الغزالات، الميمات، الخواتات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. شكرا لكم بزاف 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 على التسويات ديالكم، ولهلا يخطيكم والله يكبر بيكم، والله يعطيكم ما كتمنوا في خاطركم يا رب يا امين. واختي راه مزبلاها معاكم، عاد كنغبر عليكم، ولكن انا اختي رجعت لكم بروتين هو هذاك. وانا هلا بديت لخصكم التخمال، الله لقانا الله شويه المورال رجع. هو هذاك اول حاجه بديت غنبدا بها هي الكوزينه الغزالات، وهكذا ندير لكم واحد الجوله. من بعد ما اختي نفرش الكوزينه ديالي غندير لكم واحد الجوله، وهكذا نجبدو حتى دوك المسندات اللي كنت ديجا تقاسمتهم معاكم البنات في الفيديو، مني درت لكم جوله، ماشي جوله، درت لكم في المشتريات داكشي اللي جات من المغرب، وهكذا نتقاسم معاكم الثمن الغزالات. واختي ندوز على هاد الكراسه نمسحهم غير بسكراس ساطور، هاد الجلد هذا حيت ما كيبغي ايجابي، وكنحاول ما نديرش لي ايجابي للبنات، سينو كيعود يتقشر كيعود حالته. حيت شفت بحال هاد الكراسه اللي واحد السيده كانت كدير لهم جافيل، عرفتو راه كيرجعوا كيتفرتو. انا كنحاول اختي كندير ليهم غير سكراس ساطور، وبعض المرات كنمسحهم البنات بالكريمه ديال الكورب. وكانت قالتها لي واحد المتتبعه والله يعطيها الصحه الصراحه، عرفتو راه كيخليهم كيشعلوا. صافي انا درت لهم انا غير سكراساتور بالزربه، ودست هنايا كيف ما كتشوفوا، نبدلو اختي شويه، نبدلو شويه الطاقه، الطاقه الايجابيه اختي. صافي غندوز على هاد الديكورات تاعهم مال الغزالات، نمسحهم من الغبره وننظم كل حاجه في بلاصتها، وهانتوما معايا. غزالات رجعت معاكم، صافي دابا غندوز نفرش معاكم هاد الديبان، وهذا من بعد ما مسحتو. عرفتوا البنات غندير هادو، هادو اكيد غينفعوني. شاركتهم معاكم، صايبتهم هما المخيدات، طلعوا لي على ما اظن بشي 9000 ريال باش طلعوا لي. ومازال خاصني ندبر على شي لعيبات اللي نغطي بهم ليه، حيت حكيمه بعض المرات كتهز البطاطين ولا تهز شي شوكولاته وكتطلع اختي تبرك ليه، وقال لي كتوسخ لي عند الوليدات، يعني راه خاصك تهضي معاهم، يعني كيوسخوا بزاف. المهم انا كان عبر لي غير راجل اختي عبر هاد العباريه هادو، ما جيتش ايه غيجيو ناقصين شويه. هانتوما شو جاو شويه ناقصين، واخا عبر ماشي نو لاتو بلاتو، باقا واحدة أخرى بلاتي بلاتي. ها نتوما البنات شوفو واش تقبع هاد الوافد، نو هادي جاتني
هذه غتجي هنا. السلام عليكم، وهذه درتها هنايا، نكمل ارجع معكم نقول لكم الشكل النهائي. رجعت معاكم من بعد ما كملت. المهم فرشت حتى الزريبيه، الزريبيه اللي ديجا كنت شاركتها معاكم يا اختي. راه واخا هكاك التليفون راه ما عطيش الحق حاجتها، والله ما الحقيقه يعني كيبان داكشي بريون زوين، المخيطات كيبان زوينين، كلشي كيبان بارد بارد باهت، ما عرفتش حيت اصلا ما كاينش بحال حاله الشتا، ما كايناش هذيك الشميشه اللي تبان لكم مزيان. صافي درت هاد الزريبيه هنايا على حسب باش ما يتوسخش ليا تما، كان كتحط بعض المرات تجلس تما كاين دوك تحط طابليت برك تفرج وهادي، المهم باش ما يتوسخش ليا وصافي. مهم هذا فالزوين، هاد البولترون هادي فالزوينه البنات كتمسح، يعني اي طبيعه كتمسحيها، ديري ليها زكرا الساطور وتمسحيها. انا الدار عندي ما يعني واخا هذيك الوسيخه لبقات ولا هذه لما كتغمل ما، حيت انا اصلا الدار عندي مشمشه، وانا الدار عندي يعني فيها اربعه الجويه، يعني جهه من هكا جهه من هكا جهه من هكا جهه على بعض الجوي، يعني راه ما جاوش ديور لاصقين عليها، واش فهمتوا البنات؟ يعني مشمشه ومهويه وما نقولش ليكم، يعني ما فيهاش نهائيا الغموله. صافي اختي شعلت الشوي الشمعة دي سكيرينه تبان سكيرينه. جاو هادو فنين، جاو زالين هادو البنات، انتما جاو هاد المسين ده هادي تعيجات. شوفوا كيفاش كيبانو، كيبانو بريون وزوينين، جات زوينة هنايا. هادو معرفتش فين غنديرهم، حطيتهم غير هنايا اصلا دابا حيت ما غنبقى ما دابا راه عاد البرد شويه، ما بقيت لا نحل هذاك السرج ولا والو. تقولي يا حكيمه، حكيمه ما كتقيش ليا ديكورات وهذا الشيء مجمل فيها، يعني ما تقيس. صافي ها نتوما الكريسيات، من بعد ما باقي لي الصالون سفعل عليه حتى هو نهير اخر ان شاء الله، غدا نبدا حتى هو نخمل فيه ونمسح. جا غنبدا فيه دابا اللي تحيد تحيد وشي الاخر نكملو غدا. حط داك الكويس فيه غير مياه بغيت نشربها، شاعل عليها سوره البقره. غايبان لكم الخيوطات تما، كاين واحد الخيط زادو زكريا ما كان عندي، انا كان عندي غير البريز وداك ديال الويفي الساعه داك دارو زكريا على حساب البنات الكره، وجاب داك واحد داك راه ركبو الفوق على حساب اختي كيبغي يتفرج في الكره ويتفرج في الجزيره ويتفرج في الجميع. هذا هذاك بلا بارابور، هذيك كتكون لاصقه بلا بارابور، ما عرفتش 20 اورو ولا 4000 ريال العام ولا ما عرفت. صافي اختي هانتوما خليت هنايا، هذه فيها البخور، درت فيها البخور هذه شفتوا البنات، درت فيها. صافي اختي هانتوما هذا اللي جاني، ما عجبنيش هاد الخيوط، يعني انا ما كنحملش الخيوط اختي، ولكن ماشي مشكل. قولوا لي الا بان لكم شي حاجه ما مقاداش ولا تقولوها لي، يلا اختي راه كنثيق في الذوق ديالكم. الزربيه مازال تيجي يدخل زكريا ويعاوني حيت ما قديش نهز الديفان وغنكلف على راسي، باقا خاصني نزيدها واحد شويه يبان لكم هي، خاصني نزيدها شويه. وهاد الزربيه هادي اختكم ضروري ما غنغطيها، راني غندير ليها واحد هذا ونغطيها بحكه، لان باش ما توسخش ليا ما قاد نبقى نحكه، ضروري ما ندير ليها واحد الغطا ونغطيها. كاين واحد الغطا شتو دي خاص بالزربيات، عاد ان شاء الله غادا نشريه. غنوصي شيماء داك تفكرتو دابا وان شاء الله لا جربته. صافي اختي هالقله ديالي حطيتها تما كاين، صافي الكوزين شي تما. ندوز دابا نوجد معكم الغديوه، هاد ردتكم هنا لبلاصتهم. صافي اختي وكانت هادي هي الكوزينه، قولوا ليا كي جاوكم مخيدات وكي جاكم هذاك الشيء. هادي الكوزينه اختي حيت كنجلس هنايا انايا، علاش نبقى اختي ندير؟ اللهم نجلس حيت الصالون ما كنجلسش فيه، حتى خوتي الا جاو عندي ولا جا عندي بحق خويا وداك كيبرك معايا، انا كنبرك حق في الكوزينه ويبرك معايا في الكوزينه. اللهم ندير هنايا كوزينه ديال الكلاص ياكل البنات، اش بان ليكم؟ يلا اختي قولوا لي كي جاتكم كوزينتي. ايوا هنايا راه بلا من ثم دابا برقت الشميشه، ملي كنت ندير كاع ما هانتوما شفتوا. صافي درت الخويميات تما كاين، دار لي وحده قليله ناصحه، غنحيد هذاك الكليبير دا غنحيدو وغندير قليله ناصحه حيت كاينه، غير باقي مركبه زكريا. نتوما اختي حاله الشتا واخا هكاك، هانتي
دوك الماماتوش ليا هذوك المحيبقات بقاو مع كانت اختي كتسقيهم ليا. ايوا نتوما عرفتوا هذا شحال نقص عليا ديال الغبره، شحال نقص عليا ديال الغبر كان هذا كيعمر غبره، هذا نصيب الجاج عامر غبره. ما نقولش لكم الراحه دابا، بقيت لا كنشطب نخرج كنصيبو نقيقي الحق من بعد كنسد مني الحق في حكا العشيه كنسد الجاج. ما نقولش لكم اختي الهنوات نقصنا تماره شويه. ايوا نتوما هذه هي الكويزين يا اختي، هذيك الزربيه سرحتها تما كاين. دابا راه حيت هاد البرد واخا هكاك مع الوليدات، يلاه اختي ندوزو نوجدو الغديوه. يلاه خليكم معايا هاد الوصفه هادي غندوز. المهم غنشارك معكم هاد الوصفه كتجي لذيذه. المكون الرئيسي هي البطاطا، البطاطا فريت. هنا عندي البنات البطاطا فريت، شوفوا هادي ديال ليدل وهادي ديال امتي، ولكن ديال ليدل راه زوينه البنات، ديال ليدل زوينه احسن من ديال امتي، ولكن مع ديجا عندي انا في الفريغو قلت نستعملها. ما بغيتش نقليها، يلا قليتيها كتجي بنينه اكثر، ولكن انا مبغيتش نقليها. دابا شنو درت ليها؟ درت ليها شويه المليحه وقلنا نتبعوا شويه الزيت، فهمتوا البنات؟ بتجي هذيك البنه. وغنديرها انا غير في هذه، غنديرها غير في ايش كيقولوا ليها، غير في الهواء هذه القلايه الهوائيه. انا مبغيتش نقلي البطاطا، يلا نقادها ورجع معكم الغزالات. ودابا غندوز البنات اللي كانوا سولوني على الفرماج، هانتوما البنات راه هذا هو الفرماج كيكون الشمع داير بيه، شفتوا هانتوما كنحيد الشمع هذا كنتخايده انا من ايروس فيه، كانوا دايرين فيه توا تخفيض لون هانت الفرماجو هذا البنات زوين. كديريه البيتزا فيه الشمع من الفوق، راه موجود في جميع المدن، كان داير تخفيض في هذا في ليدل وخديته من ليدل. صافي غندوز دابا هانتوما هي البطاطا عندي وجدات، وعندي كفته اللي شديتها شحرتها بشويه المليحه وبصيله وتحكي عليها واحد الرويز ديال الثومه. وعندي هنا البنات البيشاميل، وعندي خصب فرماج اللي شديتو حكيتو هانتوما، و غندير اختي هاد الفرماج هذا قرعانة بادانو كيعطي فيه واحد المذاق زوين، يا إما فرماج محكوك يا إما بارميجانو يا إما هذا كيجي البنات كيعطي واحد المذاق زوين في. ندير ثاني البطاطا نكمل على نفس الطريق، شادي بزاف كتوجد البنات البطاطا وما كتجيش مزيته ما والو. صافي غنحك الفرماج ورجع معاكم، ندير ثاني بيشاميل من الفوق. غزالات هانتوما رجعت معاكم، تيجي جبت حكيمه هانتوما غزال، شوفوا كيفاش كتش ما ولا بيتزا حكيمه كتقول لها بيتزا، ولكن هذه ما نقصش بها البنات اللي باغيين اللي باغيين يضعفوا هذه كتغلط هذه هذيك هانتوما بيتزا ادي ما ادي وينه ما
ممكن عندك اوف عندك اوف وينه 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 عادي. واو انتوما زكري تعاقم معك درنا لك شي غيغلق بابا قالنا بونا انتو انا شكون عاجنه بالبوله بالبوله درت ليها درت لي مو بالكفته هذيك بالمك اي كدير في الاول كدير بحال هذاك صافي البنات وهنا غنحبس معاكم الفيديو يلا اختي تهلاو فريوسكم جربوا هذه الوصفه رائعه بنينه ناضيه يا اختي خليتكم على خير السلام عليكم